كل يوم على هالحالة هاي، طوابير واقفة على الخبز العالم بالمئات، والدور يعني خفيف، يعني ما لها عم مشي العالم بأمر جيد وما في تنظيم. يعني لازم تضبط هالحالة من ناشد الحكومي ومن ناشد الناس، يعني انه المستلمين هالأمر هاد يضبطوا لنا هالوضع هاد. يعني بالنسبة للخبز طلع الناس تحت المطر، يعني ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. صارنا من الصبح مشارطة خبز وهالزحمة وهالشي، ومطر فوقنا وزحمة ومطر ومي طلعوا تحتنا، مشان ربطة خبز. يعني بلكي زبطون هالأمور أكثر من هيك كل شيء. يعني هالحز ما عليش، أنا عندي والله 10 أنفس 10، يعني عينطوني كيس. طيب ما عليش، أنت احسبها لحالك 10 أنفس على كيس، أشو بدي يعمل ولا شيء. عطر يعني هلق جايب وليد صغير والله وذبحه البرد، وواقف عيشتنا الدور مشان الله يفرجها علينا وعلى الأمة الإسلامية جميع. ومطر وتلج وعاني من كل شيء، مشانين نحصل رقيف خبز زيادة ونسكت ولادنا ويقعدون بخير وسلامة. بالربطة العادية عم تاخذ ربطتين مدعومي، مشان هيك العالم عم تجي بتوقف على الدور وبالبرد وتحت المطر مشان تاخذ خبز. هاي كل السالفة، العالم ما عنده لا شغلة ولا عملي. انا اليوم عندي ولدين، انا بدل ما اخذ ربطة عادية عم باخذ ربطتين مدعومي فيها. هذا اللي عم يخلينا نصف على الدور وتحت المطر مشان ناخذ خبز يا ابن عمي. انا ساكن مخيم، لا فيه خبز ولا فيه شيء، مخيم حزرة، مخيم الحنان. وجينا لهون ما لحقنا، نظل واقفين ساعتين ثلاثة قدام جوات المطر وما لحقنا لا خبز مدعوم ولا غيره، وما في خبز. وهالجو طلع له شلونه هالمطر وهالغيره. أو حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفرج علينا وعليك. ربطة حر هاي، بدي 6 ربطات كل يوم. أنا إيش بدي، منين بدي أجيبين، منين بدي أجيب حقي، إيش عندي، إيش عندي مدخول لحتى أجيب حقي، اشو عندي مدخول لحتى اجيب حقي، ما عندي مدخول. بدي كل يوم 6 ربطات. اعمل هيك قاعدين معك زحمه، انا باكلها لحالي هاي بالواقعه، هاي لحالي باكلها بالواقعه. بدي كل يوم 6 ربطات، بدي كل يوم 6 ربطات.